فضلت الشيخ أحمد طه، أيام قليلة ويهل علينا هلال شهر رمضان الكريم، ولكن قبل أن يهل علينا هذا الشهر الكريم الإنسان في حيرة من نفسه، الإنسان صراع بينه وبين النفس، صراع بينه وبين الشيطان، صراع بينه وبين الوساوس التي بين جنبيه، كل هذا وأكثر قبل هذا الشهر الكريم. كيف نصوم شهر رمضان؟ هل الصيام أن نمتنع عن الطعام والشراب، ولا الصيام يجب أن يكون صياما روحانيا، صياما دينيا، صياما عن جميع الذنوب والمعاصي والأثام والكبائر والصغائر؟ وهل كل منا يحتاج إلى توبة خاصة من الله عز وجل، أم الجميع يتوب إلى الله عز وجل؟ ولا وعايزك توضح لي كمان نقطة مهمة جدا فضيلة الشيخ، هل كل إنسان منا له توبة مع الله عز وجل تختلف عن الآخر؟ وأنواع الناس اللي يتوبوا مع ربنا إيه؟ تفضل صدق. جزاكم الله خيرا، سؤال جميل. الله يبارك في حضرتك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تكرم أستاذنا الكريم بسؤال في غاية الروعة، جزاكم الله عنه خير. كما تفضلت حضرتك، الإنسان يتكون من جزئين، جزء مادي وجزء روحي. الله عز وجل قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالصيام العادي اللي حضرتك تفضلت وتكلمت فيه، هو الصيام عن الأكل والشرب والجماع. هناك صيام آخر وهو صيام الروح. فقبل أن يبدأ رمضان، على العاقل أن يقف مع نفسه وقفة محب لها، وقفة ناصح لها. هذه الوقفة هو أصدق الناس معها، كل منا أدرى بنفسه. فنجد أن الإنسان إذا جلس مع نفسه وأقرها وحاسبها، كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية التطهير والتوبة. الناس قبل التوبة أنواع كما تفضلت حضرتك. هناك نوع من الناس يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع. وهناك نوع من الناس يرى أنه لا ذنب عنده، وهذا قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. مين دول بقى؟ أولئك هم الغافلون. هؤلاء في غفلة تامة، يرى أنه لا يخطئ، وهذا عكس ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هناك من الناس نوع يرى أن ما يفعله من ذنب يعني صعب التوبة منه، ويستحيل التوبة منه، ولن يقبله الله عز وجل. وهذا عكس ما قاله الله عز وجل في كتابه. الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة أسرف بمعنى تجاوز الحد في المعصية. قل يا، أولا الله عز وجل قال قل يا عبادي، يا الياء في عبادي العلماء يسمونها ياء الإضافة، الله عز وجل يضيفهم إليه تكريما وتشريفا لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، تجاوزوا الحدود على أنفسهم. ما فائدت على أنفسهم؟ أن الذنب لا يضر الله عز وجل، الذنب يضر العبد. رجل مثلا يشرب خمرة، هل هذا يضر الله في شيء؟ يضر نفسه بأنه قد عصى الله ودخل في غضبه ثم يهلك نفسه. رجل يأكل أموال الناس، رجل يسرق، رجل يقتل، هل هذا يضر الله في شيء؟ بل يضر نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كان فيه آية قبلها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نزلت هذه الآية فجمعت كل الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة إن لحضرتك تلاحظ مشددة، إن الله يعني تأكيد. نعم تأكيد. إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلمة يغفر فعل مضارع. طب ليه؟ لأن العبد يقع والله يغفر، العبد يقع
والله يغفر. في استمرارية للمغفرة. نعم. فضلت الشيخ يعني نعم. هناك استمرارية من الله سبحانه وتعالى في أنه يغفر لعباده المذنبين. نعم. أي. إن الله يغفر الذنوب جميعا لا استثناء لشيء. إنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. والكلمة اللي بعدها وأنيبوا أي أرجعوا إلى ربكم. طيب.